ثمن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سامة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة فيروس كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بدعم الجهود الصحية المبذولة لمكافحة هذه الجائحة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم واستشعارا للمسؤولية المجتمعية المشتركة.